اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية منذ إنشائها في التسعينات أظهرت وأبرزت تضامنها ووقوفها، ولما تكون البلاد في حاجة إلى تضامن وإلى وقوف بجانب التربية وبجانب الوطن، وبالتالي فقمت بتسريع تنصيبكم لأسباب منها أنكم لابد أن يكون هناك تنصيب، ولكن ذلك لكي أطلب منكم ومن أخوتكم ومن ما هو معروف على التربية ورجالة التربية عبر تاريخ التربية أنه الأزمة تلد الهمة، وأنه لابد أن نتضامن ونتكاتف، وأولى مجهوداتكم لابد أن تنصب وتواكب المجهود الوطني الذي يبذل لمحاربة ومصارعة هذه الجائحة.